معكم السيد عبد الإله الزطوطي، نائب رئيس الغرفة الجهوية لجهة مراكش آسفي. اليوم حنا كنتواجدوا هنا في إقليم رحامنا في هذه المبادرة اللي كنشكروا عليها السيد العامل. أولا مشكور حول الفلاحة في والرهانات ديال الفلاح في إطار التغيرات المناخية على الصعيد العالمي اللي كاينة، ورحامنا كنموذجا يعني اش ممكن نديرو. كنشكرو كذلك المديريه الاقليميه للفلاحه اللي سهرات على هاد ذاك، وكان ذلك بحضور ممثلين ديال جامعه وباحثين ديال جامعه محمد السادس في اطار البحث الزراعي، وكاين اساتذه ودكاتره على الصعيد الوطني اللي جابوا لنا خبرات في هذا الاطار، وكيفاش ممكن الفلاح يواجه التغيرات المناخيه وشح المياه. وبالنسبه نحن كغرفه التواجد ديالنا كنحاولوا نشتغلوا اننا ندافعوا على الفلاح وكيفاش يمكن يساير هذه التغيرات المناخيه في داخل جهه مراكش آسفي، ولما لا على الصعيد المغربي وخصوصا في اقليم الرحامنة. وشكرا. عبد الفتاح كمال رئيس مجموعة جامعة الترابية ديال الإقليم رحامنا ورئيس جامعة جعفرة بنفس الإقليم، كان دارج هذا الملتقى وهذا اليوم الدراسي حول الفلاحة المستدامة في مواجهة التغيرات المناخية. هذا اللقاء من ضمن لقاءات أخرى كان دارج في المجهودات اللي تتبذل عمالة إقليم رحامنا والمديرية الإقليمية والمديرية الجهوية للفلاحة من أجل تطوير الفلاحة على مستوى إقليم رحامنا، ومن أجل جعل الفلاحة قادرة على مواجهة التغيرات المناخية اللي كنعيشوها وكيعيشها الجميع. الحضور ديال اليوم والمحاور ديال النقاش ديال اليوم كان كتتمحور حول الإنتاج الحيواني والإنتاج النباتي وحول السوق الدولية ديال الكربون، واللي من خلالها غتخرج توصيات اللي نتبعوا التفعيل ديالها باش يمكن تنفذ ويمكن نواجهوا بها المتغيرات اللي تتوقع، خاصة وأننا تنعيش سنة جافة، سنة استثنائية اللي تراجعت فيها المياه الجوفية بشكل كبير، والتساقطات كذلك شبه منعدمة في إقليم رحامنا وباقي الأقاليم المجاورة. لذلك نعمل كفاعلين على مستوى إقليم رحامنا برفقة باقي الشركاء جامعة محمد السادس، المعهد الوطني للبحث الزراعي وباقي المتدخلين في القطاع الفلاحي، من أجل أننا نوضعوا تصور أو سياسة فلاحية ديال الإقليم لتتأقلم كما قلت مع الظروف الاستثنائية. وأنا متأكد بالتضافر ديال الجهود والتعبئة ديال الإمكانيات المتاحة غنحقوا المراد من هذه اللقاءات، وغيكون ملتقى سنوي من خلاله غتكون ندوات ولقاءات وغيكون من خلاله معارض فلاحية باش تمكننا أولا أننا نجابه هذه التحديات اللي كتواجه بلادنا جميعا.